المواد والأدوات كياسين، مراقل الخلط، بيضتين، ماء. أولا نسكب نفس مقدار الماء في الكأسين. ثانيا نضع النسبة المناسبة من الماء في الوعاء. نضع البيضتين في الكأسين. نضع البيضتين. نلاحظ أن كلما كان الماء أكثر ملوحة تطفو الأجسام بسهولة. الكأس الأول هو الكأس الذي به بيضة وماء نقي فقط، أما الكأس الثاني هو الكأس الذي به بيضة وماء ملح فقط. نلاحظ أن الكأس الموضوع فيه البيضة والماء النقي نغمرت البيضة بالماء، ونلاحظ أن الكأس الموضوع فيه البيضة والماء بالملح طفوت البيضة على سطح الماء.